ما يرد الهلال زي ما قتلت ابويا واخويا وقتلت جابر وهو برفرف، فاكر ولا لا؟ حقتل ولدك، حقتل ولدك. اسمع يا ولد الهلالي، اسمع اسمع اسمع. ابني لا يا دياب، ابني لا، واعمل لك اللي انت عايزه. هتبعك يا دياب يا بطاش. طلع يا محمد، يلا افتح الكلب اللي قتله زي ما قتل ابني. شفت يا ايمان؟ شفت يا ايمان انك ظلماني؟ شفت انك كان لازم تصدقيني؟ عرفت ان انا على حق؟ زي ما عرفت انك تاجر سلاح. انت غبي، انت مدي نفسك في داهية، واخدنا كلنا معاك. رجعني بيتي. اديني بيتي، اديني بيتي. ارتاحي دلوقتي يا ايمان، لما تصحي بيروح الشغل. بقول لك ايه، انت تسكت خالص. مش كفايه انك طلعت مخبي عليا انك متجوز وعندك عيال؟ لا، والمصيبه السودا انك تطلع تاجر سلاح. يا حسني، تاجر سلاح؟ هو انا لوحدي اللي كذاب ولا ايه؟ ما اخوك احسن به كمان كذاب وتاجر سلاح. اخرس خالص، واياك تجيب سيره اخويا على لسانك. وبعدين انا ماليش دعوه، مش مشكلتي ان حسام اتورط معاكوا في تجاره رخيصه زي دي. مش معنى كده ان انا وافق واسكت واقبل ان اعيش معاك. انا عايزه اتطلق يا طاهر. يا لهو بالي، طلق ايه بس يا ست شهندي؟ ده بعدك يا شهندي. هو انت فاكره ان دخول الحمام زي خروجه؟ لا، مفيش طلاق، وهتعيشي في البيت ده، فاهمه ولا لا؟ استهدى بالله يا ست طاهر، دي ساعة شيطان يا اخويا وحطيت لحالك. نزلي يدك. انتوا الاثنين اياكوا واحدة فيكوا تفكر انها تخطي برا عتبة البيت ده، ولو واحدة فيكوا فكرت بس انا هقتلها. تهب وتختصر على عنه وتتشال وتتحط وتروح يمين تيجوا شمال. انا عايز دياب صحي بقى ميت، تجيبولي راسه، تجيبولي حته منه. انا عايز دياب، فاهمين ولا لا؟
انتوا بصلي كده ليه محل يوم؟ ده وقته. ايه يا ماما؟ ايوه يا حسام، انا عاوزاك تيجي لي دلوقتي حالا. خير يا امي، في حاجه؟ لما تيجي هتعرف يا حسام. يا امي انا مشغول وظروفي زي الزفت، في عرضك لو في حاجه قولي لي. لا يا حسام، انا عاوزاك تيجي لي دلوقتي حالا. يا امي مش وقت وانا عندي ظروف زي الزفت وربنا عالم بحالي، ما ينفعش يتاجل لبكره الموضوع المهم ده. بتهيالي ظروفك مش اهم من امك. لا يا ستي مش اهم. حاضر انا جاي لك. حاضر، مع السلامه. انا هوصل مشوار نص ساعه واجي، تكونوا فكرتوا وشغلتوا دماغتكم. انا عايز اخلص من الموضوع ده، فاهمين ولا لا؟ خير؟ ايه الموضوع اللي خلاك تجيبيني على ملا وش يا ماما؟ في ايه؟ انت مين؟ حسام ابني فين؟ جرايه يا ماما، احنا هنعيده من تاني، كل شويه تديني محاضره. حسام ايه؟ ما انا قدامك يا ماما. انت مش حسام. حسام ابني انا ربيته على الخير وحب الناس، وما كانش بيستنى تمن لحب الناس. لكن انت بتكره الناس وبتقبض تمن اذيتهم. انا ربيتك على حب ربنا والخوف منه، لكن انت اكيد ما بتعرفش ربنا. فين؟ فين حسام؟ فين ربنا جواك؟ فين؟ اخر حاجة كنت اتصورها انك تشتغل في تجارة السلاح. ومع مين؟ مع الراجل اللي قتل مراتك وابنك جوا بطنها، وقتل ابنك من ايمان. للدرجة دي؟ للدرجة دي انت ضعت مننا واحنا مش حاسين؟ اديكي قلتيها، اديكي قلتيها. بتندمي ليه؟ انت قلتيها، ما انتوش حاسين. محدش شاف المر اللي انا دوقته، محدش كلامته اتبهدلت زيي. لو واحد فيكم شاف ربع اللي انا شفته كان عمل قد كده 100 مرة يا ماما. مش كل الناس ضعيفة زيك، مش كل الناس بتطاطي للشيطان زيك. لا 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 لا، في ناس بتطاطي وفي ناس ضعيفة، وكل واحد مهما كان قوي جواه نقطة ضعف، أول ما حد بيلمسها بيجي على ركبه أرض أرض. وأنت فين نقطة ضعفك يا بيه؟ في كرامتي ببساطة شديدة، كرامتي اللي اتبعترت واتداست بالجزم، سمعتي اللي اتوسخت في الداخلية، مستقبلي اللي ضاع، وشغلي اللي كنت بحبه وكنت هموت 100 مرة فيه. خلاص، واحد عايش ميت ما عندوش عمل، مستنيين منه إيه؟ وأنت دلوقتي عايش، فين أمالك يا أستاذ؟ فين؟ لا من ناحية عايش فعايش، اطمني، اطمني يا ماما، عايش. وعايش كويس قوي كمان، وقوي، قوي جدا، ادوس على اي حد بالجزمه. يا خساره، يا خساره يا حسام، بعت نفسك للشيطان غصب عنها يا ماما. كان قدامي سكه من الاثنين، يا استسلم للي انا فيه واضرب نفسي طلقه واموت منتحر، وساعتها هبقى كافر. مات كافر كلب وراح، واتحرم من جنه ربنا في السماء. ورضيت بجنه الشيطان. كان عندك حل تاني ولا اخسر كل حاجه؟ ما انت خسرت كل حاجه من ساعه ما بعت مبادئك وقيمك. خسرت كل حاجه يا خساره، يا خساره. نبي ما تقعدي تتصعباني بقى، تقولي لي يا خساره وما بعتك وقيمك، وانت البطل وانا ام البطل وبطل اللي شريتك وابو الشهيد وصوره ابوك.